تذكرون العتيبي هذا اللي ناشد الوليد بن طلال واللي كان ضمن نشرة أخبار الجنادرية قبل أسبوع؟ فأين أذهب أنا وأسرتي ولمن نشكو؟ فشكيت همي لله عز وجل ثم لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز صاحب الأيادي البيضاء صاحب النخوة الأمير المحبوب الأمير العطوف الأمير الحنون وناشد أبو طلال أن يوفر لي السكن أنا وأسرتي وأن يفرج همي وهم أسرتي وهم بناتي، فأنا لا أنام الليل من هذا الهم، فأين أذهب؟ ابنكم وخادمكم محمد بن عبد الله العتيبي حامل بطاقة رقم 100012575999 جوال رقم 0508937828. أخونا في الله، ما سمعه صاحب القلب الحنون الوليد بن طلال، فرجع وناشد أمير من آل سعود والله ما أدري وش موقعه من الإعراب، وطالب هالعتيبي كالعادة بمساعدته بسكن قبل ما يطردونه هو بناته الخمس وزوجته من الشقة المستأجرة. أنا أحد أبناء هذا الوطن المعطاء الذي شرفني الله بالانتماء إليه، فمن هنا أناشد سمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد آل سعود حفظه الله صاحب الأيادي البيضاء، الإنسان الذي دائما يفعل الخير ودائما مذكور بفعل الخير ودائما له أفعال طيبة، فهو إنسان حريص على فعل الخير. فأنا نشدت من هذا اليوتيوب سمو الأمير وأطلب منه أن يفرج همي وهم أسرتي وأن يوفر لي سكن أنا وأسرتي ويسدد ديني وأن يفرج كربتي واجعلها إن شاء الله في موازين أعماله. ناشد سمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، الإنسان الذي يكتب الشيك بلي خوف، الإنسان الذي لطالما أعطى وطالما فعل خير وطالما ذكر بالخير، ابنك محمد عبد الله العتيبي حامل بطاقة رقم 100012575999 جوال رقم 0508937828. تكفى يا سمو الأمير فيصل بن سعود، تكفى يا سمو الأمير. والظاهر أن الأمراء أصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الحنونة اسحبوا على أخونا في الله العتيبي اللي يقول أنه يفخر أنه سعودي. الحبيب هذا بعد ما انسحب عليه راح يناشد ولاة أمر الإمارات، يا الأخو أنت وين رايح؟ هذه بلد ثانية ما هي تابعة لابن سعود، والشيوخ الإمارات ما هم مسؤولين عنك وعن اللي خلفتهم، خل ولاة أمرك ينفعونك يا أخي. الله لا يبلانا، الأخ عرض ماء وجهه على الشيخ خليفة بن زايد. أنا أحد أبناء المملكة العربية السعودية وناشد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وناشد سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء بأن يوفر لي السكن الذي أسكن فيه أنا وأسرتي عن برد الشتاء وحر الصيف وعن منة أصحاب العقار وجشعهم. ابنك محمد عبد الله العتيبي حامل بطاقة رقم 100012575999 جوال رقم 0508937828. مسكين يا العتيبي ومسكين هالشعب المسعود اللي أذلوه آل سعود، ما كفى العتيبي مناشدة الشيخ خليفة، لا وراح يناشد محمد بن راشد أمير دبي. فمن هنا أناشد سمو الشيخ محمد بن راشد صاحب الأيادي البيضاء صاحب فعل الخير، الرجل المعروف بفعل الخير والرجل المعروف بمساعدة الفقير والضعيف والمحتاج،
فمن هنا مناشد سمو الشيخ راشد بن محمد المكتوم نائب رئيس الدولة حفظه الله بأن يفرج لي همي وأن يسدد ديني وأن يوفر لي سكن أنا وأسرتي. ما دامك مسختها يا العتيبي بهالشكل وفضحتنا قدام الله وخلقه وشحت من الجيران ما كفاك تشحذ من ولاة أمرك، أنا بعطيك وصفة أو ثلاث وصفات تحلك مشكلتك كل بوا. الوصفة الأولى إنك تناشد الشيخ محمد بن زايد اللي هو ماسك الدولة وتقول له يا طويل العمر أنا قدر الله علي وصرت سعودي غصبا عني، وتقول له إنك ناشدت آل سعود لأنك كنت تظن إنهم رجاجيل وحكام أوادم وإن ظنك خاب فيهم، وقل له تكفى اقبلني عندك مواطن إماراتي وأنا بتخلى عن الجنسية المسعودة للأبد، لا أبوها لا أبو آل سعود معها. هذا حل، وظنتي إن الشيخ محمد ما راح يخليك وبيقدر وضعك ووضعك راح يزبط. الوصفة الثانية هي العتيبي إنك تتسلف كم ريال وتطير على طول إلى فرنسا قبل ما يطير خادم الحرمين سلمان كول المغرب، وهناك تصف حالك حال البقية وتقدم على شرها. يقولون إن سلمانكو يدسم شوارب الشحاذين هناك وإنه يعطي 5000 يورو، يعني تسدد نصف السنة إيجار ويجيب لك حفاضات البزارين. أما الوصفة الثالثة فاسمعني زين، قدم مناشدة لي أنا غانم الدوسري وقل لي يا صاحب القلب العطوف والحنون وكلامك ذاك الحلو والزين اللي قلته لآل سعود أين أذهب وعندي 5 بنات ولمن أشكو وكثر من هذا، وأنا إن شاء الله إني ما أقصر معك من فلوس الإيرانيين اللي صاجيني فيها دبابيس آل سعود. لحظة قبل ما تروحون، إذا عجبكم الفيديو اضغط على اللايك وشير وسبسكرايب وانشره مع أصحابك، طبعا هذا نطلبه من الناس الأحرار، أما عبيد آل سعود وسلاتيحهم من الجهاد للجحلط احنا ما نطلب منهم شيء، نقول لهم ضفوا وجيكم حتى لا تتفرجون يا أخي.